البناء والتطور العمراني الكبير الذي شهدته مدينة الحلة في السنوات الأخيرة طغى على مساحات كبيرة من المناطق الخضراء في المدينة. تتأثر كل المدن في حالة عدم وجود المساحات الخضراء، حيث يكون هنالك زحف للرمال والزحف للصحراء على المدن. من الأمور المهمة كذلك وجود حزام أخضر للمدن لتقليل من العواصف الرملية وتقليل من الانبعاثات اللي تتعرض لها المدن. مديرية التخطيط ترمي الكرة في ملعب بلدية الحلة للمشيدات العشوائية على المساحات الخضراء والحائزة على عقود وبموافقة رسمية أو إيجار مؤقت من الإدارات السابقة. مكانات بها إكشاك أو بها تجاوزات، فهاي إما يكون يعني خارج الضوابط ما نحصل موافقة من التخطيط العمراني، وأما أنه يكون إيجار مؤقت من قبل البلدية. إحنا كدور تخطيط عمراني يعني ما نطي بها لا تغيير استعمال ولا أي موافقة تصدر بها، تبقى هذا الموضوع يخص الجهات الرقابية والتنفيذية. يعني الأعمدة الرمادية تشق طريقها ممتدة على المساحات الخضراء المخصصة داخل المدينة لتجردها من حليها الجميلة بتجاوز من جهة أو مشيد رسمي مشروع من جهة أخرى. البناء اللي يصير إحنا نزيله إذا كان تجاوز، هذا حاصل على موافقات رسمية. أي بناء دي يصير هسه بالساحات الخضراء ما ممكن إذا ما حاصل على موافقات رسمية. طبعاً هي بالإدارات السابقة كانت الموافقات، وتبقى هو عقد، إلى أن ينتهي العقد ممكن البلدية تزيل، أما بالوقت الراهن فمن الصعب إزالة المباني، ما نسميها تجاوزات، مباني أو المشيدات اللي موجودة. أما مبادرة مديرية الزراعة بتوفير حزام أخضر يحيط ببابلة تواجه مشكلة، ألا وهي الأكبر المتمثلة بنقص الحصة المائية للمحافظة والمؤدية إلى الفشل في زراعة المساحات المتاحة. العمل مستمر ليلا ونهارا على الحفاظ على البساط الأخضر في بابل، بالإضافة إلى تشجير المساحات الفارغة وتوفير حزام أخضر يحيط محيط المدينة. هنالك عائق كبير وكبير جدا هو عدم توفر الحصة المائية اللي يؤدي بالتالي إلى عدم وجود الزراعة. احنا ما نقدر نزرع مساحات كبيرة نتيجتها الفشل 100% لعدم وجود الحصة المائية. وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن مصير الحلة سيبقى مجهولاً في ظل التجاوز الذي يسمى بالمشروع وضعف الحصة المائية، إلى جانب قلة الوعي والثقافة البيئية. لبرنامج صباح الخير عراق، زين العلي، محافظة بابل.